بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم في الدقائق التالية بعرض فكرة التواصل لا تزامني لتدريس القرآن الكريم، وكيف استفدنا من هذه الفكرة المبتكرة لعمل برنامجنا. برنامج الجامع لحفظ القرآن الكريم هو برنامج أكاديمي تعليمي تم تصميمه خصيصا لتسهيل وتيسير تدارس كتاب الله عبر الإنترنت وتعليم القرآن باستخدام التقنيات الحديثة. فكرة التواصل لا تزامني هي فكرة مبتكرة تسمح بتدارس كتاب الله عبر الإنترنت متجاوزة حدود الزمان والمكان. تعتمد فكرة البرنامج على تعليم القرآن وتدارسه تحت إشراف مدرس أو أستاذ، حيث أن لكل طالب سيكون هناك أستاذ يشرف على دراسته للقرآن الكريم. كما تعتمد الفكرة على وجود محور لهذه العلاقة بين المدرس والطالب، وهي وجود الواجبات القرآنية. فالواجبات هي المحور الذي يدور حول التواصل بين الطالب وأستاذه الذي يدرس القرآن. أنواع الواجبات هي واحدة من ثلاث: إما أن الطالب سيشترك في حلقة تحفيظ، ومع الحفظ يتضمن برنامج الحفظ التأكد من إجادة التجويد والترتيل، أو قد يكون الواجب مرتبطا بحلقة مراجعة حيث يقوم الطالب بمراجعة ما حفظه سابقا، أو هناك نوع ثالث من الواجبات ترتبط بتعليم التلاوة فقط والتركيز على التجويد والترتيل دون الحفظ أو مراجعة الحفظ. هناك نوعين من التواصل بين المدرس والطالب عبر الإنترنت. الأول يسمى بالتواصل التزامني، وهناك النوع الثاني والمسمى بالتواصل اللا تزامني. يا ترى ما الفرق بينهما؟ في التواصل التزامني يكون المدرس والطالب متواجدين عبر أي مكانين حول الكرة الأرضية في نفس الوقت. والمثال الشائع على التواصل التزامني بين شخصين هو التواصل عبر محادثة هاتفية. وفي العصر الحديث بدأت برامج المحادثة عبر الإنترنت تنتشر، مثل برنامج سكايب وغيره من البرامج التي تقوم بالعمل الشبيه للمحادثات الهاتفية ولكن باستعمال الإنترنت. المشكلة في التواصل التزامني أنها تستلزم وجود الطرفين في نفس الوقت، وهذا قد يشكل مشكلة عندما يكون أحد الطرفين في جهة من الكرة الأرضية مستيقظا بينما الطرف الآخر قد يكون نائما. مزايا التواصل لا تزامني: أن الطرفين لا يجب أن يكونا موجودين في نفس اللحظة عند التواصل بين الطرفين، وأكبر مثال على ذلك هو الرسائل الإلكترونية، البريد الإلكتروني أو الإيميل، حيث أن الشخص يرسل البريد صباحا مثلا وقد يقرأه المستلم مساء ويرد عليه بعد ذلك، ويقرأ المرسل الأصلي إجابة الطرف الثاني ربما في اليوم التالي. إذا استعملنا نفس الفكرة لإرسال الواجبات وتصحيح الواجبات ما بين الطالب والمدرس، فإننا نستطيع أن نضمن التواصل ما بين الطرفين بغض النظر عن خطوط الطول والعرض. وبالتالي قامت فكرة هذا البرنامج على عمل برنامج أكاديمي لتعليم القرآن مبنية على تفعيل التواصل اللاتزامني بين الطرفين، بين الطالب والمدرس. وعندما يرسل المدرس الواجب قد يكون الطالب نائما أو صاحيا، هذا لا يهم. يعمل الطالب على إتقان الواجب حفظا أو تلاوة أو كليهما حسب نوع الواجب في وقته الخاص بغض النظر عن وجود المدرس في ذلك الوقت على النت أو عدمه. عندما يتأكد الطالب من إتقانه للواجب يقوم بتسجيل صوته وتلاوته، ثم يرسل التسجيل الصوتي إلى المدرس. يقوم المدرس بالاستماع إلى صوت الطالب المسجل، وببرنامجه الخاص يقوم بتعليم الأخطاء حيث يصحح الأخطاء في أي وقت يناسبه. قد يكون الطالب أرسل الواجب مساء وقد يطلع عليه المدرس صباح اليوم التالي مثلا، فيستمع المدرس لتسجيل الطالب ويحدد الأخطاء بواسطة البرنامج الخاص، ثم يعلق صوتيا أو كتابة على تلك الأخطاء، ثم يرسل المدرس تعليقاته على الأخطاء للطالب حتى يعمل على تصحيحها. يقوم بعد ذلك الطالب باستلام تصحيح المدرس لأخطائه عبر الإنترنت، وفي وقت أيضا يختلف عن الوقت الذي أرسل فيه المدرس تعليقاته يقوم الطالب بالاستماع إلى تعليقات المدرس الصوتية ويقرأ تعليقاته المكتوبة، ثم يعمل على تصحيح الواجب. وتتكرر هذه الاتصالات ما بين الطالب والمدرس عدة مرات إلى أن يجيد الطالب الواجب ويقبل المدرس النسخة الأخيرة من التسجيل الصوتي للطالب ويعطيه العلامات المناسبة، ثم ينتقل إلى الواجب التالي. في الدقائق الماضية شرحنا لكم فكرة البرنامج وكيف أننا استطعنا بحمد الله أن نقوم بابتكار وإنشاء وإصدار أول برنامج تعليمي للقرآن الكريم يستفيد من فكرة التواصل اللاتزامني عبر الإنترنت. أتمنى أن الفكرة وصلت إليكم، وأتمنى أن يكون في هذا الابتكار الفائدة التي ستعم بإذن الله لتيسر على المسلمين حفظ القرآن وتدارسه عبر النت. والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.